على اي اف ام احلى راديو. ال11 و12 دقيقة مازلنا مع بعضنا في عسلامة عسلامة سي مقداد. في فقرة أخرى، الفقرة هذية حبينا نخصوها باش نوضحوا شوية ولا نعاونوا العباد أنها تميز الصحيح من الغلط. صحيح من الغلط باش تشاركني فيه أنت خويا مقداد، صحيح من الغلط؟ صحيح من الغلط، صحيح من الغلط هو صحيح مازال ما ظهرش، اما الاكيد الغلط هو اللي قاعد تو نقراو فيه برشا على الفيسبوك. جوستمون انت قلتي فيسبوك، باللي تخلي يقرا باللي ما تخلش، الناس الكل عندها يعني الباب المفتاح وادخل اكتب اللي تحب. بدي كيما بدينا احنا، بدينا الحلقه بتاعنا بالحريقه في جبل بوغانين، وان شاء الله يا ربي يجينا الخبر انهم ما عاد عندنا حتى ان شاء الله يا ربي حتى عشبة، حتى شجرة، حتى حيوان، حتى شيء ما يتضر. سمعنا برشا حاجات، ها مقبضوا على 2 و3 هارب، هاي هذه مؤامرة وأطراف معينة في السياسة عملتها. سمعنا برشا لغو، سمعنا برشا كلام، إلا حاجة واحدة ما حكيناش عليها اللي هي الكارثة البيئية، نقول أنا الإنسانية. اليوم كي نقول كلمة احتباس حراري ونقول كلمة مشاكل بيئية حقيقية، حتى واحد ما حكي فيها، نحكيو فيها خطر الحرائق موجودة في خطر جيستمون. هذه إلا سلوى في الدول المتقدمة، حكاية المشاكل البيئية تتقرى ويرضعوها في الحليب من الصغرى. ما تقاش إنسان قاوري حاوس في الشارع يلوح غلاف تعبك ودخان، وإلا يلوح ساشي، وإلا يلوح دبوزة ما فارغة. امبوسيبل، مش امبوسيبل، ممنوع. يتخط عليها في بعض الدول العربية وخاصة في الخليج قدموا برشا في الحكاية هذه. يتخطى عليها معناها، واختية معناها غالية برشا، كبيرة غالية غالية. دونك علاش هذه الكل فريمان فما حكاية وعي، فهمتني؟ حكاية وعي. احنا بصراحة مازلنا بعد بربي الحكاية الوعي هذه. تو واحد يدخل فيسبوك اكيد فما شكون تطرق لها، خاطر نقراوها. العبيد الكل تمشي، اكيد لاحظتها يا مقداد، الناس الكل تمشي فرد رأي. مؤامرة تلقى 5000، هنا 5000 نحكيو على الملايين لهنا، واحد يخرج في كومنتار يقول يا وليدي راهو الحكاية زي ما تتعمل طاولة وكراسي، راهي عنا قادمين على قرن ما يعلم بينا كان ربي أجرام سلم الله وعلم، مش بشي طيح مش يعمل هذاك. هي ذا قانون الطبيعة، معناها من خلق الأول للكون وكل البيك بانك حتى لين ما نعرفش شنو باش يصير. حتى واحد ما يتفاعل يا أخي، شعبنا ناقص وعي، ما نحبوش يسمعوا الحقيقة، ما يحبوش. انا نقول لك حاجه اغرب منك، توريت حكينا على البيئه ويلزم النظافه وكل شيء، او نعمل اختار انا وياك تو ندخل على فيسبوك، تو تولي العبيد الكل نظيفه وشريفه وعفيفه هكا تلمع، فهمتني؟ لا كيفاش الناس كل ما اي تو سامحني، معناها اذا كان تو انا وياك موجودين في هالستوديو هذا، هالدبوزه هذه تسرقت، يا اما انت سرقتها ولا انا، يكون شي حاجه هبطت من السماء. يعني اذا كان العبيد ما تحس فما كل اختار راسي واضرب، فهمتني؟ هذايا كل لازم يتنحى، لازم يتنحى النفاق هذايا المفتعل، مش حلو، مش حلو النفاق ولا قلت وعي. هذه بلادك، بالك شي بشويه احنا، هذه بلادك انت، اذا باش تعتني بالبيئه فيها مرتك وفيها ولدك وفيها امك وفيها ابوك وفيها بنتك، لازمك تحافظ على الحاجه هذيك. اتو نرجع لك على دور، خاطر في العالم فما جمعيات وفما احزاب وفما هيئات مسؤوله على الحكايه هذه. اما احنا حبينا ندخلوا للموضوع هذا من زاويه جوستومون الخطوره على البيئه. هذاك علاش معايا في التليفون يعطيه الصحة لبى دعوة سي عامر الجريدي، الخبير في المجال البيئي، مستشار سابق كان وزير البيئة. عسلامة سي عامر. صباح الخير وتحية لكم وتحية مستمعي إذاعة إيفان. صباح الخيرات وصباح الأخبار الباهية وصباح التصحيح للأخبار الخايبة والغالطة، هكا ولا لا سي عامر؟ أبسوليمو هذا هو. قريت سي حامر على الفيسبوك العباد ساعات على شنو رجعت الحرائق البوغرنينة الحكايات؟ لا ما عرفت، ما ثم حكاية السابوتاج أنتخوتخ، معناها اللي قل لك ثم سابوتاج، ثم قل لك مش الشعلة وحدها بطبيعتها. الناس كل واحد ما في الفيسبوك، الناس كل علامات
كل واحد علامه. هو على كل احنا باش نزيدو نعطيو المعلومه، راهو الناطق باسم محكمه بن عروس قال راهو التحقيق ساري ومازال تو كان فما حاجه جديده تو ندليوكم بها، وهذا عادي وطبيعي يحب لهم وقت وربي معاهم، حابين نتحصلوا زاد على عون من عوان الحمايه المدنيه، يظن الناس كل غاطسه ما يسالش مش مشكله، المهم اعطينا النتائج. تحيه ليهم. اليوم ظهر هذه خويا عامر الاحتباس الحراري، مشاكل الماء، ذوبان الثلج، مشاكل بيئيه خطيره، يعني ينجم يكون سبب ملموس نعيشوه احنا بالحق، ما عادش مجرد كلام كبير نقراوه كان في الصفحات نتاع المجلات العلميه. لا، معناها مؤكد انه ارتفاع درجه الحراره والجفاف في الصيف هو يسهل، معناها يمكن النار باش تشعل وباش تتحرق غابه. لكن هذايا يقول لك العلماء المختصين 10% من الحرائق المصدر نتاعها طبيعي. وتفاعلات كيميائيه وانفراروج وجفاف وأوراق شيخين ومع الريح تشعل النار في 10% من الحالات، لكن 90% المصدر بشري، يا اما خطا بشري، ناس تعطي تكنيك، بونتا بتاع سيجاري، عقاب جمره باربيكيو ومشاو ومع الريح تشعل حريقه او سابوتاج. واضح، معناه يعني الامكانيه العلميه وارده، اما وارده زاده انها تكون حاجات بشري اهمال كما قلت انت، سيجارو نتاع اثنين ماشيين يعملوا ماغش ينجم يتسبب في الكارثه هذيك اللي شفناها. اي احنا في حال بوغرمين توا، اي ثم حريقه تمت صارت عام 2008، لكن بعد 2011 2013 2014 2018 السنه، دونك التكرر نتاع الحرائق في نفس البقعه ماهوش صدفة. لازم ما تكون كان بفعل فاعل، حتى باش يقولوا ناس مشات تكنيك وكذا مستبعد، يعني السابوتاج وارد، هذا معناها على الأقل في ذهني أنا، في تخميني أنا. وهنا نجيو مسألة سياسة الدولة، خاطر كل شيء مع الدور من أدوار الدولة هي التحسب للكوارث، وخصوصا إذا كان وقت مرة أو اثنين يعني لا فيجيلونس، يعني المراقبة واليقظة تكون أكبر. احنا هنا نعيشوا في غياب سياسه بيئيه، الناس ما تعرفش معناها سياسه بيئيه، السياسه البيئيه ليست سياسه قطاعيه، هي سياسه عابره للسياسات، يعني هي تقود بعد السياسه التربويه والسياسه الاعلاميه والسياسه الاقتصاديه والسياسه الاجتماعيه، دونك السياسه البيئيه هي حفاظ على الموارد الطبيعيه، هي توازن المنظومات العمرانيه الحضريه، هي التشريع، هي التربية البيئية والمنظومة التعليمية، هي الاتصال والاتصال البيئي، هو اختيار دولة واختيار مجتمع شامل. البيئة ليست قطاع، هذا الخطأ الشائع، نحن نختار البيئة وكأن قطاع وهي مهمشة. سي عامر سامحني، اما في برشا دول في العالم، في اسبانيا، حتى في كندا، حتى في الدول اللي فيها معناها اللي فيها ثروه غبيه معناها كبيره، تصير الحرائق هذه بصفه دوريه في الصيف. ما نعرفش انا، لكن نحن ديما نسبقوا نظريه المؤامره، بطبيعه الحال هي الغابه باش تحرق في نفس الوقت، في نفس الزمان، في نفس المكان، كيف فما درجات حراره، فما حتى انت تبارك الله عاد هنا خبير في المجال هذا، فما حتى عصافر كيما عصافر النار هذوكم اللي يهزوا في اطار التوازن البيئي، يعني لازم تتحرق باش تجي حاجات جديده. علينا نمشيو لنظريه المؤامره، اذا هذه نقطه. النقطه الثانيه، اذا كان نحن شكينا بالفعل انه بفعل فاعل، هذه دوله واجهز الدوله، وانا عندي المكان هذا شاكك انه فما شكون يدخل له وينجم يدمر لي ثروه، ما نجمش انا نحرسه، ما نجمش نهبط الجيش، ما نجمش نحميه، مخليه هكا وانا عارفه انه فما امكانيه باش يتعرض للي يتعرض له. باهي، احنا توا بالنسبه للنقطه الثانيه، المثل العام يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاحي، واحنا نعيشوا في ظل توا انفلات مجتمعي، انفلات وتدهور قيمي، سلوكات معناها منحرفه، حتى في السياقه، حتى في الباركينج، حتى كرا فلوس الكياس في الدوره، في معناها التصرف مع النفايات، لوح كما جات قدام ابعد على داري ولوح في الشارع، حدث الحرج من الكراهب ساخره، دونك هذه النقطه الثانيه. وطبعا هنا تبقى ديما مسؤوليه للدوله، لابد من دوله قويه اذا كان المجتمع بدا ينحرف، يلزم معناها الصرامه، تعلمية القانون، تطبيق القانون، المسؤولين في الدولة يكونوا بالحق وطنيين وإكفاء، عندهم كفاءات قيادية وتسييرية. هذه نقطة ثانية.
نقطة نظرية المؤامرة. أنا شخصيا مانيش معناها نتاع هذا، لكن لما نشوف في الحرائق اللي اندلعت في بوغرنين اندلعت معناها تباعا في ثلاثة نقاط بعاد على بعضها تباعا، معناها الجهود الدولة والحماية المدنية والغابية تلعيش شاو الحريقة شعلت في بقعة أخرى، زاد مشاو غادي زاد شاو في بقعة ثالثة. أش نقولوا لنا زعم كل هذه صدفة من هكاكة شعلت النار في درجة الحرارة ما هيش كلها 45 و 48 صحيح خيف وكذا فهمتوا، لا لكن معناها لابد أن تأخذ بعين الاعتبار، ولابد أنه العمل معناها بالنسبة للتحقيق أنه إمكانية كوني طبيعية، إمكانية خطأ أو أخطاء وقعت لا تعمل تكنيك واحدة كيف لو سيجارو، والسيناريو الثالث اللي هو مسألة السابوتاج فهمت. احنا مازلنا ما ننتظروا في الابحاث شنو اللي باش تقول، اما باش نكمل شنو هي معناها الانعكاسات نتاع الاحتباس الحراري في الحق، يعني احنا الكوكب نتاعنا واحنا في الكوكب ماناش بحمد شنو ظواهرها، شنو ينتظر لها الكوكب هذا، فما حاجات غريبه ما نعرفش. انا نتبع برشا برامج علميه والكل بالحق معناها مشكله حقيقيه سي عامر بالحق، باش نختم لكم على الظاهرة هذه وهنا بوطون ببيع على شاهد عيان في سني أنا شيخ شاب خليني أقول اللي كنت رئيس جمعية البيئية في القروان مرحومة كانت نتذكر وأنا رئيسها شاب وقت عملنا ندوة في البلدية حول الإشكاليات البيئية. ألو ألو يرجع لنا اذا ممكن نعاودوا نتحصلوا عليه ونعاودوا ان شاء الله سي عامر يكمل لنا فكرته على الاقل. مقداد لا لا نحكيوا على سياسات دوله، نحكيوا على هيك تسمع الانفلات والتسيب معناتها اللي هو بكل صراحه انا نعتبره اخطر حاجه موجوده في البلاد، انفلات والتسيب في كل المجالات، معناها ما فما حتى اي مراقبه وحتى اي متابعه، وهذا مش حلو. بيه شوف انت الحريه مش راه واعمل اللي تحب انت وقت اللي تحب فين تحب كيما تحب، لا مش هذا. هرجع عنا ومن بعد هرجع فقدناك ورجع، تفضل كمل الفكره نتاعك. اي نكمل لك. اي قلت لك معناها فوتون بديع على الشادعيان بحكم سني وكذا، وهذا عام 92 كنت رئيس جمعيه البيئه نتاع القروان المرحومه جمعيه البيئه، ونعملنا ندوه اولى وثانيه في التسعينات بدايه التسعينات في البلديه ثم في كليه الاداب، ونشرنا الكتاب او الكتاب كتيب كراس حول التربيه البيئيه، عملت مداخله حول الاشكاليات البيئيه وقتها من جملتها مساله التغيرات المناخيه، كان ذلك عام 92. وطبعا قعدت مواكب وحضرت قمم في ريو وجوهانسبورغ وبحثت ونشرت. فالشيء كيف تتمثل هذه الاحتباس الحراري؟ الشمس الاشعه تدخل للارض بمقدار معين وتخرج مقدار معين باش يكون ثم درجه حراره معينه. اللي صار منذ الثورة الصناعية خصوصا في القرن العشرين مع إفرازات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة متاع الكليماتيزور والمكيفات وكذا، ولات الغازات متراكمة في الطبقات العليا للجو، ولات معنى أشعة الشمس تدخل بمقدار وتخرج بمقدار أقل، فوقع انحباس حراري معناها بالتدرج، وتوا معدل درجة الحرارة في الأرض ماشي ويطلع ومع يترتب عندهم الانخرام في النظم المناخيه من المرياح ومن الامطار. هذاك عليه سي عامر باش نبسط حتى لي انا، معناها خاطر انت دخلت في بعض التفاصيل العلميه. هذاك علاش معناها شتينا ما عادش شتا قبل، ولا الدنيا هكا ديما سخونه في الشتاء؟ خاطر نذكر واحنا صغار عندنا شتاء بارد، ما عادش تبدلت الامور. ما هو هذاك التغيرات المناخيه تتسبب في عدم انتظام الفصول، تولي تلقى الشتاء في الصيف والمطر في غير وقتها، وتولي ثم جفاف في بقايا اخرى، وفي الشتاء تجي نهارات سخونه، تجي في ابريل مع النهار تقولش على يصيف، هذا الكل عشناه. الفينومين هذا باش نبسطوه نحن، نقولوا غازات الدفيئه او الانحباس الحراري، هي كان يسميوه مفعول البيوت المكيفه، يفيد السير. السير هذيك نتاع الفلاحه، السير اللي يزرعوا تحتها الشتاء باش يطلعوا الفقوس الشتاء هذيك، يعمل السير هذيك الحراره تدخل من البيت المكيف هذاك، لكن تخرج بمقدار اقل تتحفر. واضح. تقعد في الشتاء داخل تلقى سخونه، هذاك هو مثل
معناها مفعول الدفيئه او ظاهره الدفيئه او الانحباس الحراري. والله ان شاء الله الحكايه البيئيه هذه تولي من اهتمامات الدوله ومن اهتمامات زاده تو نرجع مع سي مقداد المجتمع المدني، من اهتمامات الجمعيات، من اهتمامات الفنانين، من اهتمامات معناها اللي بالحق خاطر هذيك اللي تهم حياه المواطن اليوميه. يعطيك صحه سي عامر جيدي، بارك الله فيك على المعلومات القيمه، ان شاء الله نهارك زين، سايس روحك. مرحبا خويا العزيز، باش نكمل معاك، انت كنت في كندا، مانيش نحكي على التفاصيل تاع كندا، دوله متقدمه وغيره. راهو اذا كان احنا كل مره باش نقولوا الدوله لازم تعمل الدوله كذا، راهو في الدول المتقدمه هذه الدوله هزت يديها، راهو مجتمع مدني وافراد وجمعيات وفنانين. يعني فما نضال، فما فنانين البرة اللي عندهم كما نقولوا نحن همهم هي البيئة، سياسيين شفنا حتى مترشحين لرئاسة الجمهورية في فرنسا كل المقدم الشهير وفي ليفيغ، فما ليزيكولوجيست. احنا في تونس ما نعرفش في انتوما كفنانين، فماش هكا فنان الهم نتاعو هو البيئة، فماش فنانين خضر. احنا فنانين الكل الهم نتاعنا البيئة والنظام والنظافة والمحافظة على البلاد. لا لا مهيكلة مهيكلة، نقصد حاجات مهيكلة ومؤسسة وجمعيات وتخرجوا للناس، خاطر عندكم تأثير. راهو كنت يا خويا مقدير راكي تمشي للأحياء تمشي وتحكي معاهم، عندك تأثير أكثر من أي رجل سياسة ما يعرفوش. زعما تتصور أكيد عندي أكيد. تأثير أي نتصورك عندك تأثير، خاطر العباد ما تصدق سياسيين برشا، تصدق الفنانين، تصدق الناس اللي تعيش، تصدق الملاعبية، تصدق الناس اللي خارجة منها، ما سياسيين يقول لك أكيد هذه حملة انتخابية. والله توا بالعكس أنا يظهر لي وكأنه تقلبت الأشياء، ولا بجد تقلبت بقوسين في البلدان المتقدمة والمتحذرة توا قاعدة تواجه في التغيرات المناخية الكبيرة ذي بحكم برشا حاجات، معناتها مناخية موجودة في القرن الجديد هذا وكذا، وهي قاعدة تاخذ في احتياطاتها ومنظمة وجمعيات بيئية ومراقبة كل شيء. ملا احنا شنو معناتها في بلاد من راسي تقعر والدنيا مسيبة والدنيا مسيبة، باش نواجهوا الشيء هذاك كيفاش باش نعملوا؟ معناها بلاد بلا عساس، معناها سي تري دونجرو، حاجة خطيرة ياسر يا ولادي. راه فما قانون خبزي وخبزك وبقال الماء ما بيناتنا، فما قانون يلزم تقع مراقبه صارمه. اللعب ليه هذايا؟ راهو هذا السيب هذايا راهو ماهوش حلو، والله بجد خلي الناس تفهم مقدرها وتعرف حدودها باش تبدا البلاد نظيفه، والناس تقف تقول لكم يا ولادي راهو ما تلوحش كي ولا وانت تاع الدخان في الشارع، فهمتني؟ بقوسين نحكي مع صديقه كانت تخدم في اذاعه في تونس تو تعيش في سنغافوره، تحكي لي قالت لي سنغافوره تو الان اخيرا منعوا منعا باتا التدخين، اي فرد ضربه بلاد كامله معنا. تحب تدخن في البركون؟ لا ما عندكش الحق. طلع علاش حتى في البركون؟ لا خاطر نجم يكون تحت منك او فوق منك شخص يعمل في رياضه، يعمل في اليوغا، انت باش تفسد له حياته. يعني لا شوف احنا بعاد على الاخر في سنغافورة إن شاء الله، اللهم سنغفرنا. نمشيو فاصل بعد نرجعو نشوفو وين نمشيو نعومو اليوم. أي نرجعو الأحداش ونص باش نشوفو معانا شيما المالكي دراوين، باش تهزنا شيما المرة الأخرى شطة الزوارع محلاها ومتصورة، باش تهزنا شيما اليوم في الغطسة وين؟ الغطسة وين؟ عسلامة ومرحبا بكم، وكما عودتكم في كل مرة نعطيكم فكرة على الشطوط والبحورات في مختلف الولايات اللي تنجم تعدي فيهم النهار مع العائلة والأصحاب. واليوم غطستنا باش تكون في أعلى بوان في الكابان، تحديدا في الهوارية، باش نهزكم معايا البلاصة من أزين البلايص في ولاية نابل وفي تونس، هي كريك المتاريس. أكا كل مرة نجيك باسم جديد، كريك المتاريس. كريك المتاريس. بداية الرحلة باش تكون البرت نتاع الهوارية، ومن بعد الفلوكة اللي باش تهزنا للشط اللي نحكي لكم عليه توا، من با 10 دقائق في البحر نلقاو رواحنا وصلنا للكريك. كيما قاعدين نشوفوا على الاي اف ام تي في، بلاصه الكريك كريك المتاريس مزيانه برشا، البحر صافي كيما الكريستال، العومه فيها هبال. الناس اللي يسمعوا فينا كان فيكم شكون ما تحليلوا العومه في لي بلاج اللي فيهم لي غوش، ماكمش باش تلقاو ادغيس خير من كريك المتاريس. مش هذا برك، تنجموا زاده تمارسوا الانشطه والرياضات البحريه كيما البادل والكاياك وغيره. الماكله غادي بنينه برشا، حوت ومعها فروي دماغ الفريشك، وما نجموش نمشيو
الكريكلم تاريس وما نعملوش دوره بالفلوكه اللي باش تهزك لاعلى نقطه في الوطن القبلي. تريك روعه برشا باش تكتشفوها من الغادي. ناكد للمستمعين كان باش تمشيو لغاديكا باش تعديو نهار مزيان برشا مع العائله والاصحاب وتروحوا مفرشكين بطبيعه. واكيد ما قومش باش تشدوا رواحكم على الرجوع للبلاصه هذه كما قاعدين نشوفوا على FM TV فيديو قاعد يتعدى توا. شنو رايك سالو؟ انا قعدت بكري نفركس علاش تسميت تريك المتاريس. نعرف المتاريس هما كيما البتاريس هكا باش تحمي. توا كي شفت التصاور بالك شي خاطر هي هكا في الدوره في باش تحمي المكان. تعرفها مقداد البلاصه؟ لا ما فيش. اي افواغ شوف البحر وشوف حلو حلوه. اي حلوه بلادنا حلوه. اي لا مشاهد من النوع هذايا معناها نشوفهم لبرا كي نقول لك مشي المالديف ولا مشي المدروين والكل ما نلقى فيهم لهنا. مجهز الشاطئ مجهز كامل كما قاعده تشوف سلوى. اقعد انت كل مره مجهز فهمني ايش معناها مجهز. مجهز تلقى فيه كل شيء سي مقديد. كين تحب تاكل تلقى الماكله موجوده. تدلل وتشتهي اللي تحب عليه تلقاه موجود غاديك تحت ضمانتها. راهي كلام قوي برشا هذا. لي باراسول موجودين مانيش نقعدوا معناتها منا للشمس كما يقولوا فيها. راه هكا باللي بلونش يا تبارك الله. لا شيء يعمل كيف هكا ولا قولي كل مره قاعدين نكتشفوا. تو الدنيا صيف خلي العباد تمشي بربي وتتبحبح وتشم وما تصورش. ما نعرفش عاد كان مكلف خاطر هنا الخرجه بك الفلوكه والماكله والله تتكلف. تتكلف معناتها عائله فيها زوج صغار ثلاثه صغار مكلف فوالا. هي اذا كان معناتها واحد ولا زوج باش يمشيوا صحاب ولا ثلاثه من الناس نقولوا احنا مش باش تكلف برشا. ما كما تقول انت اذا كانها عائله كبيره وكل نصورها تتكلف هاي وجوله في وسط البحر والكل. على كل احنا فما شكون قال راهي مش مكلفه مقارنه برشا بلايص اخرى في في مصر. يساعدني فمش نكون معايا توا فما ضيف هو ضيف مؤثر يوتيوبر وقال انفلونسور مصري كان في تونس عمل تدوينه. كي قريت التدوينه هذيك قلت والله نحب نحكي معاها شويه. سما في بليزير كلام حلو هكا اتلج الصدر صحيح ولا غلط ما نعرفش. ما قبيلة ما سي مقداد قال لي نحب نقوله وين كان في تونس بالضبط. على كل احنا ما نجموش نجمو نقولوا يعطيك الصحة فسون على الكلام الحلو. معايا على الخط الأستاذ علي هكا ضيفنا. الو عسلامة. السلامة بونجور. بونجور بونجور. هذا خاطر هو درس معناها درس فرنسي. اهلا بك. شنو حوالك؟ ويجي باري فرنسي مي ان بو. مرحبا بك. على كل حال احنا نقول لك على السلامة باللهجة التونسية المزيانة. سمعت انت روحت في القاهرة تكلم فينا مباشرة من القاهرة. أنا في القاهرة دلوقتي. أنا علاء منصور من أكثر المصريين المخبين لتونس الخضراء. يعني أنا زرت تونس ست مرات وبعشق تونس برشا على الآخر. وكتبت تدوينة من يومين عن جمال تونس وعن حبي لتونس وكان ترند. وصورت فيديو كليب لأغنية برج الأسد وأنا اتشهرت بموضوع الأبراج في تونس في الوطن العربي كله. صورنا فيديو كليب يبين جمال برج الأسد وجمال تونس. احنا اللي نعرفوها على منصور انه انت مؤثر محتوى عدا فما الصحافه الجديده. سي مقداد ولات فما مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الكل راهو في تونس وفي العالم العربي وفي العالم بصفه عامه. وعلى منصور من اكثر الناس اللي عندهم نسب متابعه تعرف في تونس بالابراج. البارح نقرا لك تدوينه تحكي فيها على تونس على بنات تونس على على المناطق الحلوه في تونس. بطبيعه الحال ما نجم كان نشكر نقول لك يعطيك الصحة على خاطر احنا. لا هو اذا كان تسمح يا سلوى انت تسمع فيا سي علاء. اسمع فيك سي علاء. معنا الاستاذ الفنان الشامل نقول مقداد السيلي هو اللي معاك توا مباشرة. تفضل سي علاء. اهلا صباح الخير بونجور. صباح النور بونجور. اي قل لي خويا العزيز انت بما انك مؤثر شنو هو اللي اثر فيك في تونس؟ شنو هو اللي عجبك فيها؟ معنى احكي لنا على الحاجات اللي عجبتك. حاجات حلوه مثلا قعدت لك في بالك؟ لو ما كانش تونس حلوه ما كنت زرتها ست مرات وشجعت العالم كله ان هو يزورها. شفت في تونس الحريه في الكلام. ايوه في اسلوب الحياه في اللبس وحبكم للبحر والسهر. ما حدش ليه دعوه بحد. ثقافة البنت التونسية. ما حدش شنو؟ ثقافة الراجل التونسي. ما فيش حد اللي يدهوى بحد عندكم. كل حد له بروحه في تونس. حلو. كل واحد له بروحه. ما حدش بيتدخل في حياة الآخرين. حد ما يتدخل في الآخر. صحيح.
عجبني النظام، عجبني النظام. النظام شو النظام؟ شو تقصد به النظام؟ أول حاجة بتحترمه ضابط الشرطة، نحترمه ضابط الشرطة صحيح، تحترموا الطريق، تحترموا بلدكم، نحترموا الطريق ونحترموا البنات، هاي هاي هاي، بتحترموا عملة بلدكم، حتى بتقولوا على الميل على الألف بتقول عليها مليون، شنو؟ الألف دينار تقولوا مليون معناها هذا في احترام، ترى انت صحيح هاي، انتوا بتحترموا كل حاجة، بتحبوا البلد بتاعتكم، حتى النظافة، بتحس ان بلدكم دي ملككم انتم مش ملك حد تاني، عندكم انتماء جميل. خوي علاء، انت شنو الاماكن اللي رحت لها في تونس ونظيفه وعجبتك وفيها برشا احترام والجو هذايا؟ انا زرت في تونس الحمامات، دمرت كلها تونس العاصمه، لفيتها حته حته، اي سيدي بوسعيد، ما فيش مره رحت تونس غير ما قعدت في سيدي بوسعيد، في مقهى سيدي شبعان كافيه انجليز، لازم الف في تونس كلها، مناطق سياحية، وجبل جمرت اللي فيه البيوت البيضاء البلو جميلة اللي في ظهرها الجبل الأخضر وفي وشها البحر الأزرق. ما وتعرف وانت عامل لنا دعاية في القاهرة للجماعة كلهم عشان يجوا على طول لتونس يعني. أنا عملت دعاية في العالم العربي كله، أنا عندي 3.5 مليون متابع محترم بيتابعوني، منهم ياريت حتى نص الجماعة دول ييجوا يحلونا مشكلة السياحة والزيارات والحاجات. تعرف أستاذ علي علاش أنا حبيت نتصل بيك، ولا لأنه قريت التدوينة هذه، تعرف أنه البلاد كما الدول في العالم العربي نمر بفترة صعيبة، راو فترة صعيبة وحالة من الانفلات، ومازلنا يعني أنت جيت لهنا وأكيد وأكيد وحكيت مع توانسة، مش سهلة الفترة اللي نمر بها نحن في تونس، ومع ذلك سمعنا كلام به. أنا باش أسألك، يا هل ترى أنت قارنتوا بمصر؟ خاطر برشا قالك يا اخي وين مشي علاتي، ها واحنا عندنا في مناطق فيها ما مش نظيفه، معناها بالعكس قاعدين نعانيه ونقاسيه من بعض السلوكات الاجتماعيه وغيره، انت قارنتها بمصر استاذ علاء؟ لا والله حضرتك حاجه، في مثل قالوا شاعر مصري بيقول بلدي وان جارت علي عزيزه واهلي وان مش عشان عندنا شوية مشاكل صغيرة ننسى الجميل ده كله. ولو أنا ما افتخرتش ببلدي ما انتظرش من حد إن هو يجي بلدي. كل بلاصة فيها الباهي وفيها الخايب، لكن هو تظهر الخايب اللي عندك أو مشاكلك حتى الشخصية تظهرها للعالم اللي حواليك. أنت قارنت فيها سامحني انا مش اقارنها بمصر، لا مش مقارنه مباشره، لانه معناها كل حاجه كما قلت فيها انت فيها البي وفيها الخايب. حكيت مثلا نحن في تونس توا نشكي من ارتفاع الاسعار، لانه زل ارتفعت اسعارها، دينار طايح، انت قلت راو بنفس الثمن اللي باش تعديه في الساحل، في مصر في الساحل المنطقه السياحيه الجميله تعديه شهر لهنا، معناها مصر ارتفعت فيها الاسعار لهالدرجه هذه، لانه احنا في تونس نشكي والحقيقه من الغلاء. الفت نظر حضرتك لحاجه، مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، تونس 116,000 كيلومتر مربع، بطبيعه الحال عدد السكان والمساحه اكيد، مصر 120 مليون تونس 13 مليون. انا ممكن لو بكلمك على بلاصه زي الساحل، ممكن الساحل ده يكون قد جميع سواحل تونس. فانا بكلم ان احنا في بعض المناطق السياحيه اللي عندنا رخيصه جدا، ممكن تكون أرخص من تونس، وعندنا بلاصات سياحية غالية جدا مقارنة بحجم تونس، لأن احنا عندنا يعني رجال أعمال كتير، عندنا مستويات اجتماعية مختلفة. فأنا كنت وعندنا في يعني عندنا مثلا في مصر شرم الشيخ، عندنا اسكندرية، دي أسعار فيها زي تونس. بس أنا كنت بلفت نظر العالم العربي كله للمناطق السياحية الجميلة اللي في تونس، اللي تنجم تعمل فيها جو وتشيخ على الآخر بقلل الأسعار. بالنسبة للأسعار ارتفعت في تونس، هي ارتفعت في العالم العربي كله بسبب ارتفاع أسعار الدولار عامة، الوضع الدولي الكل والحرب روسيا أوكرانيا أكيد، فإحنا كلنا واحد، يعني هي مصر وتونس للزوز، إحنا واحد وبيننا وبعض علاقات سياسية واجتماعية وتاريخية وثقافية وفنية مشتركة كتير، يا إما مصريين عاشوا في تونس في عندنا آخر الشيخ أظهر غير مصري كان تونسي، كان عندنا في تونس دورة زروق، وعندنا ظفر العابدين، وعندنا علي معلول، وعندنا ناس كتير فنانين في المجالات الرياضية والفن ولطيفة، وإحنا عندنا كان مذيعين كروان الإذاعة المصرية كان موجود عندكم في تونس، أستاذ عادل يوسف عادل يوسف فحضرتك احنا واحد،
فانا بقول للناس انتوا لازم تشوفوا تونس، لازم تشوفوا ازاي في حد من اوروبا موجوده في افريقيا في شمال افريقيا اسمها تونس. هذاك علاش انا حبيت نسالك استاذ علاء، كان سامحني قطعتك، دورك كمؤثر، خاطر توا قلنا هو الاعلام البديل توا ولات ولا اليوتيوب والانستغرام والحكايه هذه، معناها برشا تلقاهم مؤثرين ليزانستغرامور سواء رجال ولا انستغراموز نساء، تلقى ديما الاشهار على مواد تجميل على كذا، فما البعض مخصص حياته للسياحه ويتجول بين الدول العالم ويوري يعني مشيت للبلاد هذه تاكلوا هكا هذا شطها باهي. انت على معناها باش تدخل في التريب هذا، باش تدخل انك تزور الدول هذه وتعطي فكره للمصري وللتونسي، والخطر ما فهم يعني العالم الافتراضي ما فيهش حدود، يعني ما نجموش نقولوا هذا تابع البلاد من غير حدود، الحدود هذه موضوع اصلا، ولا فقط تونس على خاطر كنت من روادها، وانا كنت نعرف اني كنت ناوي حتى تستثمر لهنا. كنت ناوي استثمر في تونس، وكنت ناوي اعرس في تونس، كنت ناوي اتجوز كمان من تونس، وبطلت ما عادش تحب تعرس وتستثمر. سالك مقداد قال لك بطلت ما عادش تحب تستثمر وتعرس في تونس؟ لا، هو مساله كلها هو في الاستثمار، يعني هي الديوان عندكم محتاجه تدينا شويه تسهيلات شويه، ولو تونس فتحت تسهيلات للاستثمار في تونس، تونس مش هتلاحق على الاستثمار الاجنبي اللي هيجيها. باه تونس والعرس هاك ما عرستش، هاك ما عرستش، بطلت منها. لا هو اسمه لا هو انا ما عرستش. عايز اقول لك حاجه، عندنا مثل مصر بيقول من كتر خطابها بارد. انا من كتر ما شفت بنات تونس مزيانه وجميله شخصا وجمالا، انا تهت بقيت شاعر، حتى دخت وبطلت، بقيت عارف اعمل من الجمال يعني مش عارف ايه، محتار. انا من كتر ما قدامك حياه حلوه كتيره جدا، شكلها مضمونه، مش عارف تعمل ايه، تهت. اما حقك فك التدوينه هذيك، راك ذكرت حكايه الاستثمار والتسهيلات، على خاطر بالفعل كانت تحل شويه وتنقص شويه بيروقراطيه كما في العالم العربي الكل، رانا شفنا برشا ناس مستثمرين من برا. هذا اللي يحب توا ياخذ طفله من بناتنا، اللي يحب يعرس يتزوج بوحده من بناتنا يركز شويه، يعني مش يدوخ في من كثر ما شفت الجمال يضر فيك، ما تحبش تعرس هكاك، تحب تدوخ انت. لا انا كنت احب عارف عارف يا استاذ اللي هو ايه، واللي ما عرست قلبك عارف اللي تخطف قلبك وتقول لا انا مش همشي من غيرها. انا بقى اللي خطفوا قلب عندكم كتير قوي عشان انتوا حلوين قوي. كتير تدوينه قلت عشان ما زعلش حد ارجع لوحدي. شفت باش ما يغضب حد. خويا علاء باش نساله على انت في عالم الانستغرام وفي عالم اليوتيوب وكل شيء، وفما هالجديد هذا اللي مانيش فهمته، التيك توك، العباد تتصور وحدها وتعمل، شنو الفرق ما بين الانستغرام في المصري والانستغرام التونسي؟ يعني شنو الفرق، شنو المواد، شنو الحاجه المعروضه في الانستغرام؟ احنا بس عندنا في مصر المحتوى اكثر عشان احنا اكثر، يعني احنا عندنا البازات اللي نقدر نحكي عليها وكل الحالات اللي نقدر نحكي عليها اكثر، مهرجانات اكثر، حفلات اكثر، حالات سياسيه واجتماعيه اكبر، مشاكل اكبر، ده بحكم اللي احنا عددنا اكبر بالفعل. انا لاحظت حتى انا لاحظت التيك توك في 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 مصر عامل اكثر يذولي من انستغرام، وفما حتى نقد على التيك توك، يعديه وهكا اشخاص وتلقى عدا الاعلاميين ولا حاجه هم يعلقوا على محتوى التيك توك اللي يعتبر محتوى هزيل بالنسبه لمحتوى الانستغرام المصري. او انا عندي تحفظ على التيك توك لان التيك توك ما فيهوش بنسبه 95% اي محتوى، مجرد واحد بيعمل ليبسينج بيحرك شفايفه على محتوى شخص اخر، حد بيقلد اغنيه بيرقص عليها، فانا مش بشوفه محتوى. انا بشوف واحد مونولوجيست او واحد مقلد بيقلد حد معين. طب حضرتك ورينا بقى ايه دماغك واللي بيدور فيها واسلوب كلامك ومحتواك الثقافي، ما عندوش اي شيء كان قدمه. هو حتى اطباء، سامحني، حتى في اطباء في علم النفس قاعدين يحلوا راهو حكايه التيك توك، ان واحد يحب يحط باش يتفرج روحه ما عنده حتى محتوى، معناه هدفه نفسي لا اكثر ولا اقل، فما حدش هو بيحدث منظر بالشكل او بتعبيرات وشه ويعني معظمهم الا من رحم ربي، لو قابلتهم في الحقيقه هتلاقيهم ما لهمش اي علاقه بخفه الدم اللي انت شفتيها على التيك توك، وهتلاقيهم باصين برشا. بالنسبة لشنو؟
يعني ولا حضرتك سهل. انا اقلد يعني معظم الناس اللي بنشوفهم دمهم خفيف او اصحاب محتوى في هزار في فدلكه على السوشيال ميديا، لو قابلتهم في الحقيقه هتلاقيهم يعني هم مش بخفه الدم دي، هو مجرد قلد بخفه الدم، لكن هو في الحقيقه ما اثرش عليك بخفه الدم دي. من الحاجات اللي انت تعرفت بها رغم انه في وقت من الاوقات قلت ما عادش نحب نحكي فيه الموضوع هذايا، لكن انت قاعده تنتج في اغاني في السياق هذا، هي الابراج. الابراج انك تطلق طاقه ايجابيه للناس الكل. واحنا اليوم من 23 جويليه حتى 23 اوت مواليد برج الاسد، انت بعثت لنا 23 هكا ولا من فانتوا من فانتوا من فانتوا جويليه لغايه 22 أوت. يعني هم من 23 ل 22 مواليد برج الاسد، وانا برج الاسد وافتخر احنا دخلنا فتره ناريه. وجمالك الفاسد يا برج الاسد، الناس كلها توسع لان ده برج عزه النفس، واللي يقدروا يحطوا فوق دماغه، واللي ما يقدروش ما بيشوفوش تاني. احنا عزه النفس، القياده، التسلط، الرومانسيه، يخش اي مكان يلفت الانظار. ولذلك صورت وعملت أغنية برج الأسد، صورتها في مارينا جمرت وفي جمرت صورتها في تونس، في دي بوسايد صورتها في تونس، وعملت ترند في مصر لغاية دلوقتي أكثر من 600,000 مشاهدة. وقلت اللي انت صورتها في تونس والأجواء هذيك التونسية اللي في جمرت ولا في أي ساحل من سواحلنا، معناها مش بالضرورة. احنا صورنا في مارينا جمرت وفي سيدي بوسعيد وعند اليافطة بتاعت ويلكم تو جمرت، وكان معايا 2 مانكات توانسة يقين ونور، وطلعوا معايا في الكليب من غير اي فلوس عشان خاطر بيحبوني ويحبوا ان هم يشجعوا بلدهم. والحمد لله الناس كلها عماله تسالني هي معقوله تونس بالجمال ده؟ الفيديو كان الحمد لله في اغنيه طياره على الاخر، وانا اللي بعمل الحاجات دي كلها بنفسي. لا تو نجم نحكي تونسي بالكدا تونسي او معنا معنا فنان، معنا فنان وفنان معروف راهو هذا، معناها اكيد تعرفوا كان تسال، معناها فنان مش فقط تونسي، راهو احنا نقولوا حتى على مستوى عربي وعالمي، خاطر الجاز طبعا هو فنان جاز ومسرحي. باش نسالك مقداد، برشا مهام يا خويا تعملوا فيها فنانين، معناتها حكينا على البيئه توا على السياحه، ما شفناش فنانين توانسه ولا انا ما شفتش ولا تقصير مني، ما نعرفش ما نجموش نعرفوا كل شيء. يعني تعريف بلادهم بهالطريقه هذه، هاكا يمشيوا المصري يندمجوا مع المجتمع المصري، يمشيوا لبرا يندمجوا مع المجتمع الاوروبي، ما فماش هكا حمله سقطوا في الفتره الصعيبه اللي نعرف فيها. احنا نختلفوا في الطبيعه، احنا ما مغرب عرب، احنا مغاربه فهمتني، هما الشرقيين عندهم الحكايه هذيا فهمتني، واضح ولا بجد؟ هما شرقيين ديما هكا، معناها متفائلين وديما يحكيوا هكا، والله انا البارحه شفتك في المنام وانا طاير والعصافير، عندهم جو هذا كلام باهت، يعني لا كلام باهت ديما، عندهم كارت بوستال فهمتني، جو هذاك عباد عايشين وكذا وطايرين، ما يهمهمش معناها. احنا شعب، احنا شعب طيب وبيحب يحلم كتير وبيحارب مشاكله بالنكتة وبالضحكة. هاو التفاؤل. فما اكستري صغير نتاع الاغنية نتاعك اللي بعثتها لنا، مشكور، يعطيك الصحة استاذ علاء. ده اهداء مني لذاعة ام تونس. ولي مواليد برج الاسد، ناديها لامي مالك لانه من مواليد برج الاسد. وبرشا كيف انا وخليك طيبة وجمالك يتفسد يا برج الاسد، ربي يخليك، وكده تبقى اكسكلوسيف ليكم، هتبقى اول ناس اذاعتوها. نسمع اكستري. تحياتنا لشعبنا في مصر، مرحبا بيك في تونس، متقولوا بلدي تاني، مرحبا بيك في بلادك في كل وقت استاذي العزيز. شكرا، نهارك طيب. يعيش. مرحبا بيك. يعيش. نهارك طيب. الاسد الجامد السكره، جدع الجدعان مش افوره، واضح كده زي المسطره، شخصيه قويه مسيطره. ضيفنا من مصر على منصور، تحياتنا لمواليد برج الاسد وللناس الكلنا في الصيف. سي مقداد، شفتك تفاعل ترقص اصلا مع الاغنيه، تشتح نرقص انا مع الاغنيه؟ والله شفتك هكا اشارات وكل. ايه ما هو ذاك عاد قالوا فهمتني كهو عاد الشيء من الغلب الشيء كيغلب عليك. ايه في مصر عندهم نورمال، راهو حتى بطاريت نص وحده واي كلام، ماني نرمي اكثر فيه. اي هو راجل شيخ بركل عليهم والله العظيم. والله اذا كان هو يبلغ المساج هذايا البو مساج على بلادنا، معناها وين المشكل؟ انت ولا ما الناس كل تحكي وين المشكل؟ وين ما هذيك وين المشكل؟ اي ما هذيك وين المشكل؟
اليوم مشكل. فما مشكل؟ لا لا ما فما حتى شيء. احنا نحب انا عديلي اللي بعدها عديلي طول انا نخدم هكا ونكسر في راسي. يجيك واحد دف دق 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 دف دق دق احي الوتري هذا. على عقد زمان حكاية حفظتها الأجيال بملك وبنت العساس مشهورة على كل لسان. نحكي وعلى عقد زمان حكاية حفظتها الأجيال بملك وبنت العساس مشهورة على كل لسان. ابدا الكلام بالترتيب سلات على البلاد حبيس ابدا الكلام بترتيب سلات على البلاد حبيس قلب ملك الرومان ركعوا له انسمع عجان يموت على ركوب الخيل والنسوة وقعدات الليل عنده عساس الديوان جابوا خصوصي من البلقة ونهار بنت العساس وقفت قدام السرايا تسأل على ابوها فينو جاتو بالسرعة في حكاية راها الملك بعينو بعث الجزوز بنات جابوها من جنب السور حطوها وسط الديوان وخرجوا في سعم البيبة تخلي الملك تعليقة حشمة وحمار تخديها زر الغد خبي الوضاء كشاف البدر اللمع طوله جد وعين تغبل وشعر سبايك ومخبل طوله جد وعين تغبل وشعر سبايك ومخبل قال الغسماني يا طفلة جاوبني على هالسؤال تحبش نعمل أكبر حفلة عيش معايا في لحلال عيش معايا في لحلال سكتت وقالت له سيدي أنا راني لاقية صعوبة في مناسبات أخرى تسمعوا الأغاني الكاملة. أنا كان ليا نسمعها الكل نسمعهم الكل بالحق تعرف فيها خرافة هذه مش أغنية بركة هذه خرافة مقداس فيها حكاية بنت السلطان والغيب بالحق. أنا قلت لك عادة أنا جبت لكم أغنية وتو نزيد نجيب مرة أخرى للتذكير. لا مش حتى للتذكير يعني ذكر فإن الذكرى تنفع مش مشكلة هذيك وانت يلزمك تذكر تحمل راه مسؤولية كبيرة مقدار مسؤولية شنية مسؤولية يا أخوي أنا ما نعرفش أنا نظم نعرفش أنا ما قولكش مهيرجين صغير أعمل الحكاية تحت شرافك أحييهم وصل أنا للناس أنا فنية مش أنا نخدم خدمتي مش مهيرجين احنا نقولوا مثلا فما دور ثقافة أخوي مقداد فما دور ثقافة كي نعملوا احنا أسبوع أغاني مقداد السهيلي ولا أسبوع أغاني كي نقول أغاني مقداد السهيلي مرحبا أنا نرحب عاد أنت صديقتك وزيرة الثقافة مش أنا ليش دخل الصديقة لا هذا برنامج يزمو يتخدم هذا نستغلوه في المدارس. خليني نمشي طول وانا بتوع مش نعطيك الكلمة الاخرانية تكلم كيما تقول والله انا مش خص عليك خليني نمشي طول الوان منشو متاعي حسين في بكين والعروض مستمرة ان شاء الله يوم 7 اوت في المهرجان الدولي المونستير يوم 14 مهرجان بني حسان 15 مهرجان ماتر و20 مهرجان قرمدة وبطبيعة الحال اللي برمج هو مدير عمالي سي حاتم العايب 53 554 575 الاتصال بسي حاتم العايب لمواصلة برمجة وين نقول لكم براو تفرجوا في حسين في بكين. أنا اليوم لولا أني كنت أنا مقدمة البرنامج راني ساكتة خطر خونا مقداد كيفين أنه يحكي وحده ساعتين كاملين والله شكرا. لا تقلقوا من كلامه أنت تفرجت ولا أنا شفتك وسمعتك وعلاش قلت لك ماذا بي أما مضطرة نسأل يعطيك صحة مقداد السيلي كنت
كنت معنا. شكرا زيدا نقدمه لكامل الفريق اللي أمن هاللقاء الصباحي. شيما الملكي في الإعداد، تحية لك الصغرونات العزة، تحية للرؤية في الإخراج، تحية للباجة. شكرا، سمحني قبيلة هكا اختلفنا شوية في نشرة الأخبار. بركة لو فيك سي سليم، وفي الديجيتال أمينة الوسلاتي. أنا نلتقي بكم إن شاء الله يا ربي نهار السبت الجاي في عسلامة. ديسي لا اتفرهدوا في الويكاند، زوروا بعضكم، اعملوا جو باهي وتفائلوا رغم كل شيء. بسلامة اخويا مقداد. شكرا. شكرا. اللقاء. بسلامة.